الحسن عليه السلام: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، إن هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائدا وسائقا، يقود قوما إلى الجنة أحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه، ويسوقوا قوما إلى النار ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا محارمه. ما بقي في الدنيا بقية غير هذا القرآن، فاتخذوه إماما يدلكم على هداكم، وإن أحق الناس من عمل به وإن لم يحفظ، وأبعدهم من لم يعمل به وإن كان يقرأه.